بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 19 من كتاب الكواكب الدرية شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد بن محمد أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد فارحة. عشر كي سغالي يطمنا طمانية سغالات كتاب كي الكواكب الدرية شرح متممة الأجرمية اللي في الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وحنوغا بالله يا عشر كي سغالي يطمنا. الاسم الموصول ما افتقر الى صلة وعائد. اسم موصول مركوب الحكم ومبني حكمها ضمير سوى مبني مضمر وصامر يا ضمير ومبني الى عرقتي اتفاقا اجمع واحد لقى سورير بدون استثناء والى عرقتي. اسم الاشاره حكمه هو مبني حال لغا سو ريب قار دن قار وحيد وحو لغا سو ريب ما قار وحيد وحا لغا سو ريب مثنى مذكر هذان ذان ذاس ذين يا مثنى مؤنث ثاني يا تين يا قار دهم لبدا وا معرب قار وحيد وا صوره المثنى مثنى وقال كي ومبني اسم موصول يسار حكمه مبني علماء هلكاس كتبوا حيد بدون استثناء واحد لسوي ريب عمري قال روح حيد الله وضع مثنى كسر ريب حد الله وضع مثنى مثنها مذكرك وألا ذانية ألا ذان سيدا ولا ذانية أتيانها يا مثنها مؤنثك ألا تاني ها الله وضع سأل سوي ريب قال روح حيد مثنى ما هو على صورة المثنى قال روح حيد سيدا مثنها الله عرب الله وضع ومعرب اسم موصول وحالة اسمي أن لم يستلم كرين إنه هلا سلي عائد مية في لحظ وحينا الذي اسم موصول مركز إعراب لا يتم إلا بسلة وعائد اسمي سلي عائد بوبا سلة وجملة كدن بس قام وحا استايا الذي كي أبوه أبيه جالس وفدي أبوه جالس تاو فيري هذا هل كان على حرمين أتفهمت اسم موصول كو ماشان صد حرم بأيال اسكافين اسم موصول وحلى صلة وحلى عائد ملقى اسم موصول وألفاظ وصوت النسي المشتري الذي أكل بك صعب الذي بك من الموقت الذي هو اسم موصول الذي ذا وحيوب أنت الجملة لغوص لي معنى هذا الذي كي وركي مرة ما يستمر نحمد بالله قيد محمد الكلام هو اللفظ المركب محاكوعي المفيد ما أفاد فائدة طعم صمع الذي وحوم فائدين سكري إلى أيها شو سري عائد سلة وجملة كذا أسلة جملة وشبهها جملة اسمية أو جملة فعلية أما شبه هنا وظرف جار مجرور قالته وجملة كذا بس أما شبه الجملة عائد وحوي ضمير في الجملة ضمير جملة ذكر حجروا مذكور إنه أهذا غائب وهذا عفيع ما يشكو شيء قد سمع الله قول التي تجادلكها في زوجها. الاسم الموصول اسم موصول مائي الذي كي افتقر أباه ذواك إلى صلة سلو سلو جملة ذلو سلينا وعائد ضمير اللبت أكا عائد كقب هذا فير عائد كقب تشتمل عليه تلك صلة سلة كل منيس عيدك واحد قالها هم ملايين جملة السيلة ذو كل حجرة ما كره والمراد به ضمير ويعود لابنا على الموصول لربط سيلة به سيلة ذو كل حجرة. الاسم الموصول اسمه موصول كما أي الذي كي ويفتقر أباه إلى سيلة سيلة وعائد ضمير اللابت معانا الماشي المحايا لصد حرس ومال اسم موصول محاكرة سيلة سيلة ذو جملة أما شبه الجملة ما قالت عائد كنا وضمير كجرة سلة سلة ذو كل حجرة وحونا والله بنا اسمك موصول فيرا العائد ضمير في السلة سلة ذو كل حجرة ويحتاج ويعود وحونا والله بنا
إلى اسم الموصول، اسم الموصول بلا جاء الذي فيه جاء وحيمي الذي قام ويستاء أبوه أبي جاء وحيمي الذي قام أبوه قام أبوه جملة المحيطة سردي أبوه ضمير كجرانه عائد يولا منا الذي ذا على اسم الموصول اسم الموصول مركب ديري وحلقة يا با إنه صدح عشر نقط وديري هاي اسكجر ما لا أضج نواله مركب اسكجر اسم الموصول وديري هاي سو سيد اسم إشاري الضمير يا معه كوي كابنا معها على اسم الموصول اسم الموصول وهنا أضج هو اسم الموصول مائي الذي كي وي افتقر أبهضي إلى صلة سلية وعيد عيد انت لنا فانتا أمي مسلا مهم دوات اسم موصول واتقرت محبوبة هي لبعض سلية عيد سلة محاول جملة أما شبه الجملة جملة سلة والله فيرة جملة اسمية اسم الله ما بديء باسم جملة فعلية ما بديء بفعل شبه الجملة هذا يكون نهانا والله ما أنت واصدح لك ما أنت اسم موصول مركي لجوا ما قوى صدح لكن مركي ما لها كلا اللي يشيبه الجملة والله والظرف والجار والمجرور الظرف والجار والمجرور لماذا أنا شيبه الجملة ليه ما أنت وحاكو جرى وحليا صفة صريحة وصفة صريحة صلة ال ما أنت شيبه الجملة صدح واي ما صفة صريحة صدح كواه اسكجر على اسم الموصول اسم الموصول ما أي الذي كي ويفتقر بهذا إلى صلة سلة جملة سلة الليلة وعائد ضمير لا بنايا سلة كل حجرة يونا الله بنايا اسم الموصول وهو اسم موصول في رهد الضربان إلا بالنوع نص متكعد في معناه معنيه سكعد لا يتجاوزها نقد من إلى غيره غيره ومشترك من لو ذاك هي في معان بين معان مختلفة معاني كلا دوان باو ذاكس من فيه من هل ربعت كلا غمين من جمع هذا صمار شيخ وقال خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث رسول الله بينا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم شيخ وقال خيركم وحايدكم خير بدل من روحي تعلم القرآن القرآن كبرت وعلمه الدد كبره سمع شيخ وقال خيركم وحايدكم خير بدل من ددك تعلم القرآن القرآن كبرت وعلمه الدد كبره لا وضع واصح من تام حيته تطلق على الفرد والجمع والمثنى انت وطال مفرد بعد كلام مين قران كلو كب وحده من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو من كبل وهو مؤمن محاكمه فاولئك جمع وهو امر الله تمره فاولئك الغش وهو من كبل مرك عرنتها محاول وحالة باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى باعتبار ايه اللفظ من هذه اللفظ قال لها اعتباري وح علامة الجمع مكويسة ما باعتبار المعنى ومعنى الجمع كلها سكجر هالكاس وهو اسمه موصول ضربان لبن نعوي النصر ميتكو عد عشان شرح معان بقوشة وحوكي اسم موصول بانكها اللينا موصول الحرف وحلا نهاجد وما قرت موصول كل بوي من النحو ذو آذو جهل لكن مرمر سود حجري موصول الحرف وعشان حرف وأن إيه أن وأن وكي وما ولو فيها موصولنا الحرفي خمسة أحرف هي أن وأن وكي وما فاحفظ ولو ما لارك ماشى موصولنا موصول كان الحرفي خمسة أحرف وهي أن المفتوح المشدد عن مخفف من الثقيل أن هنا ويسوقي وكير وهد أن وي وأن وي وعن ورمزة الكلام يدين كرر وإن بو أنا جاي إلا مرة إلا إلا مرة إن ما شاء الله مرة به أن وي وأن وي وعن وكي وي وما وي فاحفظ ولو بس غادي في عرين ما شاء الله يعني. ها وكا ام بويدي ام وركيد مجري بيتها هوستك على وفي عين وحكا 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 ات فير كاغا ان فيعي مركان جاي نباوي ان واخواتها وحيالها مصدر كم منصب جاي الله طال عليهم
يعجبني أن تضرب ضربك وأن تصوم صومكم فمنهم ما لها سوكا في عدون وهو اسمه موصول ضربان إلا بالنوعية النصر مذكوعة في معناه معنيس أن وحكى لأوجد من الذي محله يدجي للمفرد المذكر زمان نص في معناه بالغني معني سوكا ومشترك من لو ذاك معاني بلان باو ذاك سيدا من فالنص النص ثمانية ألفاظ سيدا أريوي ثمانية ألفاظ ألفاظ سيدا وي الذي وي للمفرد هل روحه سكنا المذكر لب والتي وي للمفردة وي سكناها المؤنثة ودد واللذان وي للمثنى وسكنا المذكر ولب واللتان وي للمثنى وسكناها المؤنث ودد في حالة الرفع قد كحالة ديس والذين يا واللتين في حالتي النصب والجر كردي يا حصري غلبدا حاله وسكنا ده والاولى وفير ساده والاولى يا والذين بالياء الاخر والذين يا ذا الله اثباتيه والاولى والذين حال كونه الذين هو الذين بالياء واحد مطلقا كلا قاسلا مطلق وحلوا في حالة الرفع والنصب والجر الذين ومبني لجمع المذكر وسكنا جمع لك وقد يقال ان لها لغيا الذين بالواو الاغريه في حاله الرفع لغه عقيل لما لهو لغه عقيل بيت بكنا نحن الذين صبحوا صباحا يوما نخيل غارة ملحاحا يوما نخيل قاربه اقول لك نخيل ما نخيل تمر ما اسكت كوجا جمل ماشي نحن أنكو الذين كوي أن يصبحوا كوا بريستي الصباح وير الصبح صباحا وير النبي له عدو يوما نخيل ماشى نخيل يا مالتي ذي نخيل وعيس مكان يوما نخيل مالتي تمرت ما يوما نخيل ماشى نخيل يا مالتي يوم حليم يوم ذي قار عربت بري يهرى مالتي مقع على الله بحن مالتي هذا صرت يا أمري دقالكم مالتي نعيبا مقع على الله بحن إنك أبارتي دبر إرسمته الأحادي وحينها الحوادث الكبيرة دعوين كواوين ما قام الله به سيد عامل فيل سما ها عامل فيل سنة دي مرودي نقول أبارتي دبر داري سبن سبني ها يا عبر أرد عبر وقت بقى مركب حي يوم ذي مركب يوم حليمة جري يوم ذي قار نبا كتاب كاللي فيه أدب كأدب لغة برتاه وح كتاب كتاب إمام بدر وحيدة أيام العرب هذا أيام العرب مرك يوم حليم وقبني عوان مرك أصو شرح يوم ذي قار وقبني وشرح أيام العرب هذا كتب تأدب كلا قبر ضحى الإسلام ظهر الإسلام محمد أمين نحن أنكوا الذين كويبنا الصبح والريب يا الصباح وير الصبح يوما نخيري ماشى النخيل يا مالنت هذه غارة تنوير الملحاحا درون ملحاحا أي شديدا مرادكم حوي الذين ذو ماشى نحن الذين قلوا الذين لكن اللغة ضعيفة لغة عقيل بينها بضم العين عقيل عقيل بضم العين عين كواد قديسة وقد يقال إن الله لا يبى الذين بالواو في حالة رفع قد كحالة ديس والله فير هذا همزة يا والله فير هذا هل كان هذا فير وحوكي والله كو والاتي أبتا ويقال إن لنا هلايا اللواتي سد إحلاس أما الله إذا سد والله يا إسم والاتي 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 يأتينا الفاحش وحاكل الله ليه كرابك ويقال اللغان اللواتي ها والله واللاتي ويقال اللواتي صدح لك وهي اسمنا لجمع المؤنث مؤنث كجمع اسم وقد تحذف الا حذف لك يا باب يا وها يا ذي ها صدح بيا ذاك احد اللائي اللاتي اللواتي اجتزاء بالكسر هو صدق كوكافتور اجتزاء كوكافتور بالكسره نحو الحمد لله الذي صدقنا وعده كون على ربائنا فهم شفاك وباها واتا سكاجر هاد هل هداد فانت انت كلفان الحمد مهضرا لله الهي ما اسكلا الذي الله صدقنا نرمي وعده يبوهيس
الحمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره. لله اللهم حرف الجر، الله اسم مجرور بالله وعلامه جره كسره ظاهره في اخره. الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن او ثابت. خبر المبتدا الذي واك مركب، الذي اسم موصول صفه لله، الذي اسم موصول صفه لله، مبني على السكون في محل جر ومبني نواك اسم موصول شيء. صدق انا ماشي على قربه. صدق فعل ماضي، انت قاف كوجوكتها صدق فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الاعراب، وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو. نعم مفعول اول مبني على السكون في محل نصب، وعده مفعول ثاني مراد كانك قلمك. وجملة صدقنا بعده فعل يا فاعل، وجملة صدقنا، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب الذي بسلوي، والعائد الضمير هو فاعل كيو صدق هو سماه. وجملة صدقنا فيه صلة الموصول لا محل لها من، وتدبد الجملين محل كإعراب كلها سيدي نحو لي يا عرب جملوينك وحيو قيبين أفريط بركو اسكو ما قاس تضمان وحيدة لها محل من الإعراب استلاح وديو تضمان وحيدة لها محل لها من الإعراب تضمان المحل كإعراب كلها انتنا كمين صلة الموصول وحاولي لا محل لها من الإعراب مستأنف ذا كمين مبتدئ خبر كهذا صبر. والجملة من المبتدئ والخبر لا محل لها من الإعراب لأنها جملة مستأنفة أمدي جملة ذا لغوب اللغو جملة ذا صلة الموصول تضمان قاربا إن أقوى ما عندنا كتاب مركة تدبدي جملة تناكم إذا صدقنا مركة وحدة. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محلها من الإعراب، والعيد عيد كي أو الضمير هو وضمير كفاعل كصدقنا أكو قرصان صدق هو مركة هذا محاذ هالشيء الذي اسم موصول جملة ذي صلة أو جملة ذي صلة أو صدقنا فعل يا فاعل كاس وصلة الموصول لا محلها من الإعراب عائد كي أو هو فاعل كما يشكو قرصون يو الله من آية الذين قد سمع الله إله وحوم أغلى قول التي هوين إذي هذا الكي تجادل دوذي سهي يض تجادلك كل دوذي في زوجها في شأن زوجها نهد تانا أوفير سو قد وحرف التحقيق سمع فعل ماضي الله فاعل قول مفعول قول مضاف التي قول مضاف التي مضاف إليه تجادل فعل مضار تجادل فاعل كينا ضمير مستتر هي ها تجادل دوذي ستجادل كوي كاف هو مفعول به في زوجها جار مجرور مضاف إليه. والجملة من الفعل تجادل والفاعل وهي صلة الموصول لا محل لها من العو والعائد الضمير هي فاعل كان قرصون التي واسمه موصول أو جملة ذي الصلة تجادل هي تجادل وفعل مضارع هي فعل يا فاعلك. والجملة بين الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب عائدك أو هي ذا سمع ذكر حقا. واللذان اللواذي يأتيانها الإيمان فاحشة أو منكم إذن كإذن كم إذا اللذان اسمها موصول مبتدئ وما شاء الله اسكوها يهد ما وحالني مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى مس وحالني ألا ذاني اسم موصول مبني مبني أسبوذ وضمير مبني على الكسر في محل رفع مبتدا عشان الأسبوع هو إلى فعل ألا ذاني مع على صورة المثنى ومسوى مثنى قالوا حيلا ألا ذاني اسم موصول مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى قالوا حيلا مثنى ما يشان ما يالله وصورة المثنى وحيلين مبني وعلى ليه مبني ما كان قرأت أرنت كتاب كأنه يورع فير سيادو فان ألا ذاني اسم موصول في محل رفع المبتدى يورع ما شفان تلا سو في محل ذا مارك وفي محل عديل دوا مبني هذو مثنك وحديلا مرفوع علامة رفع زي ما قرأت يورع كتاب كأنه مبني ورهاي ورما قالت ان في محل اذا الدليل كوا في محل اذا لما اركميا ولا ذاني مركا ومبتدئ هي اتيان فعل فعل كان مضارع مرفوع علامه رفعه بثبات النون افعال خمسه الف التثنيه وفاعلك. والجمله من الفعل والفاعل
سلة الموصول لا محلها من الإعراب. ما أنت يا عائدة والعائدة ألف التثنية لها. ألف التثنية يأتياني ألف كوكتا. يأتياني فعل كان مضارع مرفوع علامة رفع بثبات ألف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع. والجملة من الفعل والفاعل سلة الموصول لا محلها من الإعراب والعائد ألف التثنية وضمير كسر. ربنا ربي قانا أرنا أن نتوسي الذين لبادي أضلانا ندميي الذين واسمه موصول أضلانا ندميي سكجر هالكاس أضلانا وفعل كماضي أضل ألف التثنية هانا فاعل كيو ويهي هذا مفعول به والجملة من الفعل والفاعل سلة الموصول لا معلها من الإعراب ألف التثنية أضلا وألف التثنية فاعلك أنا وعائدك أشاء هذا كافير والذين كوي جاءوا من بعدهم كذا شوط الذين واسمهم موصول جاءوا فعلية فاعل جاءوا من بعدهم كذا شوط يمد جاءوا فعلية فاعلك وصلة الموصول لا محلها من الإعراب جملة عائد كنا وهو كان فاعل كو جاءوا من بعد مجاري مجرور مضاف له والله يهواك يئسنا كقوست من المحيط يئسنا كقوست فعل يفاعل كا وإسالة الموصول لا محلها من الإعراب عائد كنا ونون النسوة يئسنا والله تيكو يأتينا الإيمان الفاحشة الله تي واسم الموصول يأتينا فعل كا مضارع وايه مبني على سكون الاتصال بنون النسو نون النسو نوع فاعل والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محلها من الإعراب والعائد نون النسو الافتيس واللاتي كوي يأتينا لإيمانا الفاحشة والمشترك ستة ألفاظ وين غير بضن هيا بس غير ذلك والله سبحانه وتعالى.